أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي. هذا ما قررته المحكمة في حق أميمة بعزية وزوجها، إليكم التفاصيل. قررت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس يومه الثلاثاء 19 نوفمبر تأجيل محاكمة الفنانة المراكشية الشعبية أميمة بن عدي المعروفة ببعزية والمتابعة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وذلك إلى يوم 17 دجنبر المقبل. وأضاف المصدر ذاته أن قرار التأجيل جاء بسبب عدم استدعاء الشاهد المباشر للقضية، كما تغيبت أميمة بعزية عن الجلسة حيث مثلها المحامي المكلف بالقضية. يذكر أن الأبحاث الأمنية والقضائية ما زالت متواصلة من أجل توقيف زوج المغنية الشعبية أميمة بعزية وصديقه المدعو عبد السلام، وهو مغني في فرقة عساوة، بعدما ثبت أنهما في حالة فرار. وتعود تفاصيل الواقعة ليوم السبت 12 أكتوبر، حينما كان المشتبه فيهم على متن سيارة رباعية الدفع ليعرض حارس أمن خاص يعمل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لاعتداء جسدي خطير تسبب له في كسور بمناطق متعددة من جسده، بعد أن نشب خلاف بينه وبين مجموعة من الأشخاص من بينهم زوج المغنية وأعضاء من فرقتها وبين الطاقم الطبي لهذا المستشفى. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد.